من بعد ما رجعت من البرازيل جات البنت المغربية تعيش نيستوار دامور مع لوكاس الشاب البرازيلي. وين كنتي ومع مين؟ ردي تعرفي يا بنت مستعترة. ولكن كتصدم بواقع ما كانتش كتصوره. إذا ما قدرت أتجوز اللي حبيته مش يعني رح أقدر أعيش مع غيره، وهيك بهرب وما رح خلي حدا يعرف عني شي كل حياتي. جاد هيدا حرام. على أكيد بدي أتجوزها إلو لسيد علي إني مستعد غير ديني إذا هو طلب مني. تبعوا حكاية ديال جاد اللي عملت ضجة كبيرة في البرازيل. جاد من 2 للجمعة على نسمة.